called the Renewable Energy. This story, Director General. As you, membership conference of the nation wishes to make China as president of the... can provide more technological support of the renewable. Let me also take this opportunity to extend to the Neo Pyrena is a really inclusive platform. أنا أتقدم بأسرع استهاني إلى سعادة لي بانروك نائب مدير إدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية بمناسبة تولي وأول بداية أنا أتقدم بأسرع استهاني إلى سعادة لي بانروك نائب مدير إدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية بمناسبة تولي دبي بإضافة 250 ميجا واط إلى المرحلة الرابعة بتكلفة 2.4 سنت قدر إنتاجية تبلغ 200 ميجا واط. كذلك ساهمت مصدر في إنشاء محطة آتي رومان بيل للطاقة الشمسية الكهربائية والتي تعمل بنظام تخزين الطاقة والقطع المتجددة في السوق العالمي. بعد الجهود التي بذلتها أيدينا دورا هاما في تمكين قرارات الحكومات والجهات الفعالة، الأمر الذي يدفعنا على التأكيد على الحاجة لتسريع جهودنا من خلال المساعدة في بناء معرفتنا وقدراتنا وتعزيز الشراكات بين القطاعين في التعاون الخاص وتسهيل العمليات تمويليا وتحقيق القواعد الاقتصاديه 5000 جيجا وات في مستوى القياده الرفيعه الذي اضافه السيد عدنان امين. I would like to remind on the agenda item 13. In addition, I mean, to be clarification of the rules of the procedure of the assembly required. انطلقت اليوم فعاليات الدورة التاسعة لاجتماع الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أرينا في بداية فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة لعام 2019. من خلال المشاركة دولة الإمارات تبرز ريادتها، تبرز الجهود اللي قامت فيها خلال الفترة الماضية في هذا المجال. عندنا أهداف طموحة، عندنا مستهدفات وطنية، إن شاء الله بنكون بنوصل 27% من مزيج الطاقة النظيفة بحلول عام 2021. عام 2018 كان عام مميز لنا في دولة الإمارات، كان العمل في تنفيذ مشروع محطة نور أبو ظبي على ماشي على قدم وساق، وبيتم إن شاء الله افتتاحها خلال الأشهر القادمة بإذن الله. المشروع نور 1 يعتبر الأكبر من نوعه في العالم لمقاول مستقل في موقع واحد. مشروعنا الثاني والمتميز مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقيادة الأخوة في هيئة مياه وكهرباء دبي. تم إضافة 200 ميجا وات إلى المحطة في عام 2018، وتم الإعلان عن 250 ميجا وات إضافية كاستثمار للمرحلة الرابعة من المشروع. يوم نتكلم عن مشاريع الطاقة المتجددة لازم نشير لأن شركتنا الوطنية مصدر دائما نفتخر في مشاريعها المحلية والدولية. أعلنوا عن مشروع تحويل الطاقة إلى نفايات مع شركة بيئة في إمارة الشارجة بداية العام 2018. المشروع حصل على الموافقة التمويلية وإن شاء الله بيبدون في عملية التنفيذ لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية. استثماراتهم الخارجية استثماراتنا في أكبر محطة رياح في صربيا، وبيكون إن شاء الله المشروع شغال خلال الأشهر القادمة. مشاريع طاقة الرياح الموجودة في المملكة الأردنية، مشاريع الطاقة الشمسية الموجودة في سيشيل، وأيضا مشاريع اللي تم تقديمها كمشاريع تنموية لعدة دول في جزر الكاريبي. هذه جهود دولة الإمارات، ورسالتنا أن دائما من نوع ومنعزز من اقتصادنا، وأيضا من نوع ومنعزز من المشاريع الاستثمارية وأيضا التنموية نقوم فيها خارج الدولة.